في ظل احتفال بيوم المرأة العالمي، يتركز الحديث عن تمكين المرأة للنهوض في المجتمعات. وفي الأردن نجد هناك سعي دؤوب من العديد من الجهات لترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين. طبعا في هذا السياق تبرز العديد من الأسئلة سنطرحها على الأستاذة نور الإمام، هي نائب رئيس لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب التي تنضم معنا على الهاتف الآن مباشرة. يسعد صباحك أستاذة نور. صباح النور وصباح الخير لكل نساء الأردن ونساء الأمة العربية وللمرأة في كل مكان. الله يسعدك أستاذة نور. بداية يعني السؤال الأبرز والمباشر، هل المرأة متساوية مع الرجل بالمطلق أم أنها تحظى بأفضلية في جوانب وتعاني من التمييز في جوانب أخرى؟ وفي هذا الحال هل ممكن إزالة يعني نحكي التمييز ضدها بشموليته؟ يا ستي بالأول سؤال أشكرك للسؤال هذا. هي المرأة بالنتيجة هي إنسان، نعم، والإنسان له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات، سواء كان مواطن أو كان إنسان شرعت له الشرائع الدولية كلها والشرائع الإنسانية كافة الحقوق والواجبات، فهي إنسان متكامل. أما إذا بدنا نحكي على الجانب التشريعي فالمرأة الأردنية حققت العديد من التعديلات القانونية لمصلحتها والتي تأتي بالنتيجة هدفها لإتمام المساواة التشريعية الكاملة. وكما تعلمين بأن الدستور الأردني في المادة السادسة منه قد أقر المساواة ما بين كافة الأردنيين دون تمييز سواء كنا نساء أو رجال، نعم، أمام القانون. وبالتالي يجب على كافة القوانين التي تصدر أن تكون متلائمة ومتوائمة مع هذا النص الدستوري والذي هو يقرر المساواة في الأصل. لا زال أمام المرأة الأردنية بعض المعيقات التشريعية على الرغم مما حققته. وخلينا نحكي على سبيل المثال يعني أنه المرأة الأردنية هلأ حققت العديد من المجالات، خلينا نقول في مجال العمل، في مجال العمل النقابي، مجال العمل السياسي، ولكن في عندنا بعض الأمور. منها على سبيل المثال إحنا شاهدنا هلأ في الأردن تعديلات على قانون الانتخاب، نعم، اللي كنا نتأمل أنه مع التعديل هذا اللي هو طرأ على قانون الانتخاب وأنه أصبح أكثر موائمة ومواكبة للعصر، إنه يكون في عدد أكبر من المقاعد النسائية المخصصة، أو خلينا نقول المقاعد المخصصة للنساء في كافة الدوائر، ولا تنحصر مشاركة المرأة في 15 مقعد. فكان أحد المطالب بأنه مقعد نسائي مخصص في كل دائرة انتخابية، إلا أنه للأسف هذا المطلب لم يلقى نجاحا عند المشرع. وكنا نأمل أنه في حال تحقيق هذا المطلب تزيد مشاركة المرأة في التشريع. أستاذة نور، لضيق الوقت أنا مضطر للمقاطعة، أعتذر منك بداية. كل عام وأنت بخير. سؤال سريع، يعني ربما أبرز التحديات، وأنت واجهتي الكثير من التحديات لإقرار الكثير من القوانين سواء على المستوى يعني نقابة المحامين أو حتى على المستوى العام والتشريعي، أبرز التحديات التي تواجه النساء اللواتي يناضلن لأجل تشريعات تنصف المرأة ولأجل مجتمع أيضا ينصف المرأة، بماذا ممكن تختصريها في أقل من 30 ثانية لو سمحت؟ بأقل من 30 ثانية إحنا بنحكي مع مجتمع كامل عليه أن يتقبل المرأة كإنسان متساوي في الحقوق والواجبات، وإنه مطالبته هي هاي زياد. هي إحنا بنحكي عن مشاركة المرأة بشكل كامل في كافة المواقع السياسية والقانونية والإنسانية والاجتماعية. نعم. يجب أن هذا ما أتمناه في هذا اليوم. نعم. أن تزول هذه المعيقات وأن تنجح المرأة في هذه التحديات التي تواجهها. أكيد نحن يعني بنشاركك هاي الأمنية، بنتمنى فعلا أنه نرتقي بدور المرأة بشكل أكبر في جميع الاتجاهات، في جميع يعني نحكي مجالات الحياة المختلفة. الأستاذة نور الإمام، نائب رئيس لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب، شكرا جزيلا لك.